مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج في الموعد، ودائما من خلال هذه الفترة المسائية الحافلة بالموضوعات المختلفة نكون معكم عبر مساحة مقدرة من الزمن نتحدث فيها عن مختلف الموضوعات ومختلف المجالات. وإذا مسكنا واحدة من الموضوعات المهمة في المجتمع السوداني الطرق الصوفية في السودان، وهي كيف قدرت تعمل على توحيد أطياف المجتمع السوداني، وكذلك إضافة إلى شأنها شأن المبادرات الأخرى والمنظمات الأخرى في خدمة المجتمع السوداني في دفعة الشباب في تعزيز أيضا الأطفال. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذه الحلقة برفقة ضيوف أعزاء حيتحدثوا لنا عن الطرق الصوفية خصوصا في واحدة من المناطق المهمة جدا في السودان في النيل الأبيض، وواحد يعني واحدة من المدن القدرت إنها يعني تخلق بيئة عامرة بالتصوف. سعيدة جدا إنه سجادة خور المطرق من النيل الأبيض حضور معنا من خلال هذا المساء عبر قناة الشروق. أرحب بضيفي الشيخ الطيب الشيخ برير الشيخ الصديق، حضور من خلال هذه الحلقة وحديث عن الطرق الصوفية وكيف قدرت تعمل على مبادرات تخدم المجتمع السوداني. مساء الخير. أهلا بك. أهلا بك. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام والتعايش السلمي الذي تميزت به مجتمعاتنا السودانية من خلال موروثات وعادات وخبرات الأبوات والأجداد من فكر التصوف الإسلامي الذي يعد الإنسان إعدادا نفسيا ليساهم في مجتمعاته ويبني كل من حوله بالفكر السليم والتوجه الصادق المتوجه بالإسلام والاستسلام لمعاني العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. الحمد لله على هذه النعمة، وبرحب برضو بالمادح مصطفى يوسف حضور معنا من خلال حلقة اليوم، ومشاهدين الحديث عن تلك المنطقة المهمة في السودان في النيل الأبيض بالقرب من محلية كوبوشية، هي يعني منطقة واعدة بالخدمات التي ممكن تخدم المواطن السوداني في كافة المجالات خصوصا من خلال تعزيز الصحة والتعليم، وزي ما ذكرت تعزيز الشباب والأطفال وشبشة في محلية النيل الأبيض. سعيدة بكم وبالمادح مصطفى يوسف اللي هيكون معنا حضور من خلال هذه الحلقة، وحنستفتح بواحدة من الأناشيد أو يعني المدايح النبوية عبر المادح. مصطفى أهلا بك. سلام الله على أهل الحميا، رجال الله هم جاف الدنيا، رجالا حاربوا الشيطان سرا وجهرا، وهم ساداتنا أهل المزيا. نورهم بإيمانهم يسعى، وهم أهل الغرب جوار نبيا. وكم لله ولوا وعزلوا، وفي حب الله لا يخشون شيئا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وأحيوا سنة خير البرية. هنيئة لمن يتبع آثاره بجاههم يبلغ رتبا عليا. سرهم موروث ومرسل من المختار إلى الكرار عليا. أسلك طريقهم واذبح هداهم،
وحب الفقراء يا أخيا. ولا تخالف أخوان الطريقة، أمسك بأيديهم وكون عميا. وقل يا سادة إني عبيدكم وغيركم سادتي لا أسوى شيئا. الطيب ريرتايه ورايح، ولكم قومي رافع يديا. وصلى الله ربي ثم سلم على نبي الهدى رسول ونبيا. وصلى الله ربي ثم سلم على نبي الهدى رسول ونبيا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني حب المصطفى هو يعني بيجمع كل يعني أبناء المسلمين، وخصوصا في السودان الطرق الصوفية وعمل على توحيد وجدان كل السودانيين في حب المصطفى. حنمشي نتكلم عن يعني سجادة خور المطرق بالنيل الأبيض. هذه المنطقة ممكن تكون فيها حضور كبير جدا للتصوف، وكذلك من خلالها يعني عدد من المشروعات المختلفة، تعمير المدارس وكذلك المستشفيات. ده طبعا من خلال المبادرة المجتمعية. قبل ما ندخل في هذا التعمير وفي هذه المبادرة، احنا داهرين نرجع لسجادة مطرق خور المطرق، ونتعرف على الطفولة والنشأة بالنسبة لتلك المناطق، كيف يعني الطفل بيكون فيها في البداية، وكيف بيتشبع بالتصوف، ونوصف الحياة في تلك المناطق. الحمد لله. خور المطرق قرية متواضعة بسيطة بتحمل هم المدن، في فكرة، في بساطة أهلها، في إحساسها بالآخرين، في توجهها الاجتماعي الإنساني لمفاهيم الإسلام المتكاملة، في إكرام الإنسان في كل مراحله، في الطفولة، في مرحلة الشباب. فالتوجيه بيكون يعني هو توجيه أخلاق أهل التحقيق. التصوف في السودان معروف يعني أبوابه كثيرة، لكن خور المطرق يعني جات من طريقة سمانية، امتداد لبيت الشيخ برير، الشيخ من الشيخ السماني للشيخ برير، من الشيخ برير للشيخ التوم، من الشيخ التوم للشيخ الطيب. فهي بدت سجادة خور المطرق تقريبا سنة 1980 بحياة الوالد، انتقل سنة 68 أخواننا ما شاء الله بأشهر بشغل. فبقت المدرسة بتاعت التوافق والمواكبة، يعني زول يفك الحاجات القديمة ويجي مواكب بها إدخال الحداثة في أهل الحداثة. نعم. فبقينا قادرين ننقل الدين من بساطته المحلية للمواكبة العالمية والفكرة العالمية، خصوصا مع التطور الحاصل، خصوصا مع التطور الحاصل والتغيير وكذا. طيب احنا دارين نجيف ونتحدث عن الميلاد والنشأة في منطقة خور المطرق، تحديدا للشيخ برير الشيخ الصديق، نتحدث عن تلك الفترة وبرضه عن شكل الحياة في ذلك الزمن. الشيخ برير الشيخ الصديق كان رجل داعية، عاش متنقل في كل يعني مدن السودان، في كل ولاياته هو غاليم في كل أغراضه، يعني دول ما كان مستغير، ما كان بيحمل المركزية، لكن كان هو حال عنده رسالة بيقدمها لكل السودان. أي فكان عالم، كان واعظ، كان مادح. فبفكره البسيط في الزمن اللي كان فيه كان داعية لسان حال ومغال، كان بيتوجه في كل المواسم الدينية في كل بيوت الدين في كل السودان. فكان مربوط رباط وثيق بكل أهل المحبة في كل السودان. بالتالي هو هن يعني زول محبوب، قدر يعني إسري منطقته ببركة الحمد لله، أسي ظهرت
ونارت وتنارت كل المناطق الحولية. ودائما احنا بنسمع انه والدلوز عوام يعني، وكل الابناء بيكون في استقطاب كده وحب وشغف للاهتمام بالتصوف والاهتمام بالوازع الديني، تقديم التوعيه لكل الابناء المناطق. يمكن اذا ما كان في كل الولايات السودان تحديدا في المنطقه اللي هو كان بيكون ساكن فيها. نتكلم عن المحطات دي وكيف بدات عندك انت تحديدا؟ يلا هو الاحساس بالاخرين وحوجتهم لفكر المحبه او لفهم المحبه او لتوجيه او لتعليم الانسان ابسط صور الحياة. نحن أنا بديت حقيقة في منطقة الجمالاب اللي هي منطقة أخونا المادح مصطفى، يعني في برضه في نيل أبيض. نعم. في كوننا مسجد الحمد لله. من الجمالاب بعد ذاك عندنا منطقة كبيرة جدا، لو ما قلنا لك لو كل ولايات السودان نقول لك لتلتين في ولاية السودان الحمد لله عندنا فيها جماعات كبيرة، وخارج السودان الحمد لله. ما شاء الله. أي فرؤيتنا بسيطة، يعني إن إحنا نعيد أولادنا وبناتنا عشان ناهلهم يتفهموا موروثاتنا، عشان نحافظ على مجتمعاتنا المكفولة المكفولة الموافقة. صحيح. على أساس أنه نعيد فيهم الهمة، نعيد فيهم الثبات، نعيد فيهم الاستقامة، على أساس بعد ذلك لما تربيه وتربية يقدر يقاوم بيها الصراعات الفكريه اللي انت عارفاها يعني في المجتمع. في المجتمع. طيب التربيه الصوفيه بتاكيد عندها اثر على الانسان. ممكن. وفي كثير من الناس بيقول لك والله التربيه الصوفيه دي بس الانسان الصوفي ده احنا بنلقاه بس في الحياه الصوفيه، لكن في مجالات اخرى، في زراعه، في فن، في رياضه، في ثقافه، في مجالات مختلفه ممكن الواحد برضه يدخل فيها مع التصوف. كيف بتكون الدعوه؟ ايوه يلا التصوف علم. العلم ده بيهتم بكل فنون الحياه. يعني العلم هو يعني مجاهدة النفس في توجيهها للاستقامة على الرضا، لأنه دائما المريد لما يكون متوجه لله لازم يكون راضي. راضي معناها الصراعات النفسية بقت مستقرة، مستقرة معناها يعني المدى الثاني بتبقى سهلة. فالخوف التنازع القلق بخلي الزول يكون بعيد من الله، لكن لما يطمئن بالذكر بتوجه الشيخ الخبير بتلقى الثبات استقر في جواه. لما يستقر بعد ذاك ثاني الحكمه بتبدا تطلع، والحكم والفنون وكل انواع الفنون يعني. والتربيه الصوفيه ما بتتعارض مع ما بتتعارض جزء من الدين مع التربيه الصوفيه. اكيد اكيد الدين الدين ما ضد العلم. نعم. واحنا في السودان يعني دائما بنحب الادب النبوي، ودائما بنلقى شبابنا هم حريصين على يعني المدايح النبويه، وانه يكون حضور. حتى انا بعرف انه المديح ده هو من اصعب يعني الحياة ممكن يؤديها الإنسان، لأنه بيعتمد على أنه لازم الحنجرة تكون قوية، لازم الحبال الصوتية برضو، النفس برضو يكون طويل، يعني المجهود بيكون كبير جدا على المادي. عشان كده احنا بنطلب مرة ثانية من مصطفى يوسف أنه يقدم لنا مدحة بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نهديه لكل متابعي في الموقف. نعم. سلام الله على الإله دلوا رجال الله بالأذكار تجلوا، بالتوبة في المجاهدة غاموا أنفسهم، بالمراقبة والمحاسبة فوق تعلوا. بالتوبة في المجاهدة غاموا أنفسهم، بالمراقبة والمحاسبة فوق تعلوا. لله أنابوا وأسلموا له بالرضا والتسليم في باب حلوا. بالعبودية لله أغاموا دينهم، بالصدق والإخلاص زانوا تحلوا. أطاعوا لله ووحدوه، وطرق الحق فوق حلوا.
صلح الكون رجالا ونساء، وكم بغولهم الناس تحلوا، نظرهم يشفي ويعافي، وحديث محال ما ابتملوا. نظرهم يشفي ويعافي، وحديث محال ما ابتملوا. أضاءوا الطريق لمن أتاهم، وطرق الحق فوق حلوا. الطيب برير منسوب إليكم، لموه عليكم ولا تخلوا. وصلى الله ربي ثم سلم على نبي الهدى المال ظلوا. وصلى الله ربي ثم سلم على نبي الهدى المال ظلوا. شكرا يا مصطفى وكل المتابعين في هذه الحلقة وفي هذا المساء. التصوف في السودان والمشروعات المختلفة ممكن تقدم من خلال التصوف في حلقة اليوم تحديدا، مشروعات مختلفة يمكن يكون فيها تعمير كامل لكل المجتمعات السوداني من خلال البناء ومن خلال الصحة والتعليم وتنشئة الطفل وتعزيز الشباب. سعيدة بكم مرة ثانية، وحأرجع لسجادة خور مطرق مرة ثانية. ويعني أنا عارف إنه المنطقة دي غير التربية الصوفية وغير الحياة الصوفية، فيها حياة متعلقة بالزراعة، فيها حياة متعلقة بالصيد والفلاحة والمشاريع المختلفة الممكن يقدم المواطن السوداني في البداية كخدمة لنفسه، بعد كده ينعكس على المجتمع. خلينا برضو نقف في الحتة دي ونشوف كيف بيتم التعامل في المجالين. هي طبعا شان كل الغرة السودانية، يعني اعتمادا على الزراعة والري حرفة أساسية أو مونة أو حياة. فالحياة عندنا تقليدية، تقليدياتنا في موروثاتنا، يعني الزراعة جينا قدامنا، الرأي كذلك، القلم، الطان، البكار، الإبل، فوالدنا كان عنده ثروة، يعني حياة الريف الجميلة، حياة الريف البسيطة. لكن ما يعني الحياة دي ما فصلت نشر الدعوة الإسلامية، خصوصا احنا عارفين انه في الطرق الصوفية دائما في دعوة لعدم التزمت والتطرف والنظرة إلى المواضيع ممكن تكون بأفق ضيق. أيوة، عشان كده يعني الفهم السليم في المعرفة، يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى أدى جوانب عشان يسري بيها الخلافة، عشان يكرم بيها ذاته ومجتمعاته والحواليه، يعني خصوصا الدين، دين جماعة. صحيح. بالتالي بنلقى الإنسان يعني يعني متوجه بكلياته لمجتمعه. فيعني التصوف هو يعني التعايش الكامل مع كل مع الأغيار. يعني بمعنى انك انت تتوجه توجه تمسك زمام الامر، لكن بتنادي لله بحالك وبمغالك بحكمتك باسلوبك. فذكرتي تقبل الحته اللي رجعت ليها تفضل، المثل بتاع التربيه هي انك تقوم تاخذ المريد من الحته اللي هو فيها للحته الدائره اللي هي انت بالضبط كده، يعني من الغفله للمشاهده، بمعنى انه يقوم يركز. فالمشايخ رؤيتهم مثلا بيتعامل وينزل لمستوى فهم الشباب او الاطفال على اساس تكون في الطمانيه، تكون في المحبه. صحيح. فلما انزل لمستوى فهمه بقوم باخذ معي. صحيح. يعني المؤانسه، الحوارات احترام الذات، احترام الفكر، فما بتفرض عليه حاجات. فلما تبقى المحبه بعد ذاك الانغياد بيكون سهل. عشان كده الحكمه في عند اهل التصوف يعني
تقدير الأطفال، تقدير الشباب، يعني الاهتمام بأفكارهم، يعني احترام رأيهم. نعم نعم، لأنه دائما لما نتجاوز آرائهم هم حيشكلوا لنا كتلة، حيقولوا لنا نكون براءهم، ممكن يختلف لنا عن التربية الصوفية في السودان. فعشان كده محتاجين لشنو؟ نقوم نجمع نحصر فكرهم في المحبة على أساس يهتم بأسرته، يعني مجتمعه، بكيانه، يحافظ ويطور. فالشباب محتاج اهتمام. طيب إذا وقفنا في الشباب في حب المصطفى والمديح، كيف بيكون التجاوب والتفاعل؟ يعني مصطفى واحد من الشباب الموجودين في خور مطرق، وقبل كنت بتكلم عن انه المديح ده يعني داير تدريب، لانه صعب جدا، لانه ما في آلات كثيره بتساعدك او بتريح فيها نفسك، فكيف بيتم يعني تدريب الشباب واستقطابهم برضه ليعني ترديد؟ طبعا يعني البيئه، نحن بيئتنا يعني بيئه اول حاجه جاذبه، يعني يعني لانه ما فيها له، ما فيها فراغ، الوقت كله بتكون انت بتصلي على الرسول، يا في اوراد، يا في مناسبات اجتماعيه وكده، فبالتالي تلقى نفسك الفراغ دائما يولد الحاجات اللي ممكن نزلش منها. لكن الشباب عندنا بنحاول نملون الفراغ، بالتالي بيكون حاصل فكره في كل وقت على اساس انه شنو؟ يكون يدندن، يمدح، يحس الحاجه دي احساس ويتوجه بها، يحسس بها الاخرين. يعني انا احب سيدنا رسول الله، بعدك افرض محبته على الاخرين من خلال تعاملي. نعم. اذا تكلمنا عن المديح عند الطيب الشيخ البرير واهتمام الشباب بالمديح ده، ده نتعرف على شكل المديح عنده والشباب اخذوا منه شنو برضه؟ والله المديح طبعا يعني امر معروف، نهي، استنهاض همه، توجيه، يعني رفع من شان المريدين والاحباب بكلمه، لانه الكلمه الطيبه هو الاسلام يعني والايمان معنويات. صحيح. فالانسان انت لما ترفع معنوياته بتلقاه جاهز في اي وقت يتملي بالمحبه، بيكون مؤمن بقضيته، بيدافع عنها. ف المعنويات هي شنو؟ انك تقوم تختل جانب الشر في جواه، وتعمق جانب الخير وتمده له وتوجهه له. بعد ذلك بيكون يعني في كله، يعني بيكون كله خير ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تحيا لكم ويعني تمنيات التوفيق، واحنا لسه يعني في حوارنا مستمرين. اهلا بك. ويعني شكلي بتظهر على المستوى ده كثير. يعني هو شكله كده يعني لسه ما جهز لنا حاجه صح؟ طيب ما مشكلة، حننتظر منك عمل ثاني تكون جاهز له. نمشي في محاورنا، وقبل اتكلمت عن المبادرات المجتمعية اللي بقت من خلال الطرق الصوفية شأنها وشأن المنظمات الأخرى، ممكن تكون عندها شراكات مع المجتمع في تقديم الخدمات لكل مواطني السودان في كافة المجالات. وأنا قبل قلت إنه التربية الصوفية والحياة الصوفية ممكن تنفصل عن العمل المجتمعي في السودان. أول حاجة دعني نتكلم عن المبادرة المجتمعية، وبتين بدأت هذه المبادرة، ودور الفعال ايضا في خدمه المجتمع السوداني خصوصا الشباب والاطفال. يلا، المبادره هي انا بعتبرها دعوه ونداء لقضيه. يعني اقول مثلا مبادره مجتمعيه، المجتمع ده بيتكون من الام والاب والابناء كده. فمبادرتنا كلها بتدور حول يعني حفظ حقوق الاخرين المعنوية والمادية. يعني أنا مثلا الأسرة عشان أنمي أحافظ على مجتمعاتي لازم أقوم أربي الأسرة بتوجه أنا لقيته وربوني عليه. كويس. بالتالي بحتاج لي وسائل، لأنه مثلا الطريقة اللي أنا تربيت بها ما بالطريقة اللي تربيها ولدي. فأنا بحاول أنزل لمستواهم زي ما ذكرت لك بيل عشان نحافظ على عاداتنا وعلى تقاليدنا، وفي نفس الوقت نكون قدمنا خدمة لكل مجتمعاتنا. أنا بقول مجتمعاتنا، لأن احنا نعتبر السودان ده كل حاجة واحدة. صحيح. يعني السودان كل حاجة واحدة، لأنه عشنا مع الأبوات وبتاريخ الأجداد حياة فيها تماسك اجتماعي. صحيح. بمختلف الأديان، بمختلف القبائل. صح. فالسودان يعني الإنسانية متألقة فيه، بمعنى إنه الموروثات أفاضت عليه قيمة إنسانية اجتماعية في كل الأمم. نعم، احنا دايرين نقول من خلال حلقتنا إنه الطرق الصوفية في السودان بتعمل على نشر الدعوة الإسلامية بالإضافة إلى خدمة المجتمع السوداني. متواصلين مع كل متابعينا كل مشاهدينا بعض الفاصل العديد من المحاور عن المبادرة المجتمعية. ابقوا معنا.
اهلا بكم مشاهدينا، دعوه مجددا للمتابعه عبر برنامج في الموعد. واليوم حضور عبر ضيوف اعزاء الشيخ الطيب الشيخ بريره الشيخ الصديق، وحديث عن الطرق الصوفيه والسودان في السودان، وكذلك اسهاماتها في المجتمع السوداني من خلال الخدمات التي ممكن تقدم للمجتمع السوداني. برحب برضو بالمادحة النور عبد الرحمن من خلال هذه الحلقة، وحنبدأ من بعد الفاصل بمدحة ونرجع نكمل معكم محاورنا. تفضل يا النور. سلام الله على شيخ العفافي كريم الأصل نور الله صافي يا سلام الله على شيخ العفافي كريم الأصل نور الله صافي يشرح في العلوم للحاضرين يطالع في الغيوب سر الله خافي يفقفق في الرموز شيئا عجيبا ويغني السائلين والفضل وافي صفحات الغيوب صارت له ملكا وخيول الرجال باقي لك افي مغيص الضائقين غضب العوارف سلطان الزمان لما المجافي أنا عار لكم يا أسياد روحي أرم من فيضكم غضع الفيافي ولا من غيركم أرجو نغيظا فجودوا على الضعيف وابقوا الرافي ولعل الطريق عتبات ومهالك اليد صفر والرجل حافي ولعل الطريق عتبات ومهالك اليد صفر والرجل حافي واسمي عبيد الغوم بران غريغ الذنب في الموجات يلافي وصلى الله ربي ثم سلام على نبي الهدى ابو مسن يعافي وصلى الله ربي ثم سلام على نبي الهدى أبو مسن يعافي صلى الله عليه وسلم. شكرا يا النور، ونحن هنتواصل طبعا في محاورنا والمبادرة المجتمعية والإسهامات ممكن تقدمها للمجتمع السوداني. احنا قبل تكلمنا عن المبادرة دي بدأت في وقت مبكر، لكن حصل لها استنهاض كده في شهر 10. السبب شنو؟ والله التغيرات اللي حصلت، التغيرات اللي حصلت في البلاد مواكبة مع التغيير. اي نعم. فدي محتاجة لتخطيط لمجتمعاته. فأهل المجتمعات بيحافظوا على كيانهم من خلال طرح شو هو موضوع يناسب المرحلة، بيحافظ على كيانهم الاجتماعي. بالتالي كانت المبادرة يعني احساس الناس في توجيه
خبراتهم للمرحلة الجاية يعني، خصوصا المسائل التربوية. نعم. عشان الإنسان يكون بيعرف ينمي مقدراته، وبالتالي ينمي بيئته اللي هي يسهم في التنمية في السودان إن شاء الله. نعم، مبادرة مهمة أنا بفتكر أكيد. لأنها هي هتخدم نعم. كل أطياف المجتمع السوداني من غير فرز يعني أكيد. وأنا يعني زي عرفت إنه هي عندها يعني إسهامات في كل ولايات السودان. نعم. نعم. نتحدث عن يعني تغطية ولايات السودان من خلال هذه المبادرة. عندنا في السودان يعني نقول في مستشفى، في مدارس، في رياض أطفال، خصوصا في مناطق الناس محتاجة لها فيها. بنحس انه يعني نحن عشان نحافظ على قوميتنا السودانيه لانه الفكر الخلوه القديمه لازم نقوم نربطها بالمنهج الاكاديمي. بنكون كوننا مجتمع متالف مترابط بنفس الفهم الزمان حق السودان. نعم. يعني ما بنحس بقبليه، ما بنحس بفوارق اجتماعيه، بنحس انه كلنا بنقضي في خدمة تجاه الدين، تجاه الوطن. نعم، كل السودانيين لحمة واحدة. كل السودانيين لحمة واحدة. من خلال الخدمات ممكن تقدم لهم. أي بتقدم. فحتى لغير المسلمين يعني ما محصورة على المسلمين. يا سلام. أي نعم. دي واحدة من أشكال التعاون طبعاً. أي نعم. نعم. فالمنطقة الجناحنا في برسوان منطقة فيها مسيحيين كثيرين. لكن من خلال يعني رؤيتنا السليمة قدرنا نتعامل ونتعايش، وقدمنا يعني نموذج جميل في برسوان للتعايش. ممتاز. أي. ممتاز. طيب رايك شنو، احنا حنمشي نطلع نتابع ماده وبعض الانجازات في الولايه الشماليه عبر هذا الفيديو ومن ثم نتحدث عنها. حقيقه اتت هذه المبادره بالولايه الشماليه برعايه كريمه من سجاده خور المطرق الشيخ الطيب الشيخ برير الشيخ الصديق، وهذه المبادره الثانيه، الورشه الثانيه، الاولى كانت في فندق كورنسيا بالخرطوم، والثانيه من الله سبحانه وتعالى بها بلطفه وتقديره أن تكون لأهل الولاية الشمالية، علما بأن الشيخ الطيب برير له مجمع إسلامي في هذه الولاية، له نشاط ودور في العمل الدعوي، ومن أعظم ما يكون الدور الاجتماعي الذي اختص به الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. خيركم من جعل على يديه قضايا حوائج الناس، وأعظم ما يكون من الحوائج الاجتماعية، والشيخ الطيب الشيخ برير له دور فعال وله عدد من المجمعات الخدمية التربوية الروحية في ولاية في جميع ولايات السودان، بالإضافة للمركز الأساسي وولاية النيل الأبيض بمنطقة خور المطرق، ومن ثم بورسودان المجمع الإسلامي له دور اجتماعي، وسواكن أيضا له دور اجتماعي، وولاية كسلة أيضا مجمع إسلامي له دور اجتماعي، وفضلا على ذلك الزواج الجماعي الذي كان يقوم به في هذه الولاية. تأتي هذه المبادرة الطيبة في إطار القيام بالأدوار المجتمعية المساندة للمجتمع في قضايا التنمية وقضايا الفقر وقضايا التدريب وقضايا اكتساب المهارات، إضافة إلى التوفير والإسناد الصحي والتعليمي والخدمي وتحسين فرص العمل، إضافة إلى بعث وإحياء للقيم المجتمعية. كذلك تأتي هذه المبادرة كمساهمة فعالة للمشاركة الإيجابية للمجتمع. والمبادرة المجتمعية هي بداية من الخرطوم وانتقلت إلى دنقلة، وإن شاء الله هتنتقل إلى كل بقاع السودان. هي يعني مبادرة مجتمعية، ليس إلا المقصود بها تنمية المجتمعات وإحياء روح مكارم الأخلاق والسجل الاجتماعي وتربية النشأ تربية سليمة وخدمة المجتمعات من المؤسسات التعليمية والصحية والمناطق البعيدة عن الخدمات في الولايات، وإرساء وتعزيز المنهج يعني من الأخلاق الكريمة، ويعني إحنا انزوينا شباب كشباب انزوى لغزو فكري، وكانت أسبابه يعني عبر السوشيال ميديا وكذا، وإحنا دايرين نرجع الثقافات والإرث السوداني الأصيل في الشباب في الشعب السوداني،
وإن شاء الله يعني نقدر ندي الشباب والمرأة في المحاور حقوقه. ولعل المرحلة التي خرجت إليها هي مرحلة التغيير، فكان على صاحب المبادرة أن يبادر ويدلي بدلوه في هذا المسار، فبادر وأدلى بدلوه في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى العدل، يبدأ بالعدل، والعدل كقيمة معيارية استصحبها هذه المبادرة معه، لأن من بعد الآن يكون الأمن ويكون الطمأنينة، ومن بعد الأمن والطمأنينة يكون هناك التنمية، حيث توفر التنمية من بعد ذلك لهذا الإنسان. جاءت هذه المبادرة في ظرف الناس يحتاجون إلى أن يعلموا ماذا سيكون، ماذا هو المستقبل. تخوفات كثر للصغير وللكبير، تخوفات كثر عالجت هذه المبادرة. فلذلك نحن نرى أننا ننشد الكمال بأن كل صاحب اختصاص يدلو بدلوه في هذه المبادرة، ونرجو أن يثرى هذا النقاش، ويرجو أن تكون في مبادرات أخرى وأخرى، وهذه المبادرة أن يبادر إليها مبادرات أخرى، وتكون في وحدة واحدة تعالج مشاكل السودان الوطن الحبيب. مرحبا مشاهدينا. إذن هي مبادرة خرجت من مواعين الطرق الصوفية لخدمة المجتمع، والولاية الشمالية واحدة من الولايات المستهدفة في هذه المبادرة المجتمعية. شكل الخدمة أو الخدمات اللي قدمت لمواطن الولاية الشمالية. نعم. والله هو الخدمة اللي احنا نقصدها الفهم السليم للدين أولا، يعني في البداية إنك يعني نشر الدعوة الإسلامية، نشر الدعوة بطريقة سليمة، طريقة حكيمة، بوسطية، من غير تزمت، من غير يعني أغراض ولا مصالح. بالتالي بتلقى نفسك أنت فرضت احترام الآخرين على المجتمع، إنه بعدك كنت تشيل كل طاقاتهم. فالحمد لله ساهمنا في كم حاجة في الولاية الشمالية، وظننا في الله إن شاء الله هنساهم أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله يعني شاء الله. تعمكم كل ولايات السودان إن شاء الله. هنرجع مرة ثانية نتكلم عن الشباب واستنهاض الشباب من خلال هذه المبادرة، لأنه طبعا إحنا عارفين الشباب يعني منتظرهم دور كبير جدا في استنهاض السودان كذلك. صحيح. الشباب طبعا هم يعني جيل المستقبل البعيد، فإحنا رؤيتنا تحديد الهدف وتوجيه الخطة. يعني نحن مثلا جينا من أبواتنا حسينا هم عندهم حق علينا في أن ننشر الدين أو الأخلاق نسميها أو المعاملة بطريقة تناسب الوقت، لأن معرفة ضرورة الوقت في أنك تقوم تنزل لمستوى فهم الناس. يعني هذا الزول يبتعد من الدين. حسيت أنه الشباب منفصلين من الطرق الصوفية في فدرة ما؟ والله ما في كل المجتمعات، في مجتمعات بسيطة جدا منفصلين، لكن أغلبية الشباب يعني التصوف في السودان مغرب على الشعب السوداني. ليه؟ لأنه كل الشعب السوداني يعني مدان للتصوف بأخلاقه بعاداته، حتى الزول بيختلف معه بيحترمه يعني، لأن التصوف أخلاق فاضلة يعني أو كاملة. يعني إذا حاربته ما بحاربك، إذا عاديته ما بعاديك، إذا أسيته بيحسن ليك، بغض عنك الطرف. فبتلقى نفسك يعني ما بتقدر تمشي منه بعيد. ليه؟ لأنه هو كمال الدعوة. فالشباب هم ما عندهم يعني، لكن محتاجين للغدوة، محتاجين للدليل، محتاجين للفهم. عشان كده انا قلت المزرعه بتاعت التربيه يعني الاهداف، يعني ما سيس المناهج. يعني زي الاطفال مثلا، احنا يعني محتاجين لتنميه خيال عشان نحصره في جانب الخير. يعني زمان الحبوبات والامهات يحجوا الاولاد عشان يقوموا شنو، يمدوا الخيال. هسه بقت المزرعه افلام الكرتون. صحيح. افلام الكرتون بتكون فيها العدائيه، فاحنا قصدنا انه ممكن تكون يعني ضد ثقافتنا، دي ما ثقافتنا. بالتالي نقول نرجع لثقافتنا وموروثاتنا وعاداتنا عشان نربي بها اولاداتنا ونحافظ بها لمجتمعاتنا. بالضبط كده. احنا حنرجع للنور نحييه مره ثانيه. في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سلام الله على اهل الشريعه لوجه الله انفسهم وضيعه في مقام الصدق لله حلوا ولزموا بابه واتبعوا الشريعة. سلام الله على أهل الشريعة لوجه الله أنفسهم وضيعة في مقام الصدق لله حلوا ولزموا بابه
واتبعوا الشريعة. جاهدوا في الله العمر كله وأورثهم مقاما غدروا رفيعا غاموا بالطريق إلى الحقيقة وحموا الحبيب وليفوا مطيعا. تبروا من حولهم وافنوا منه حبا في الليلة وسد الذريعة تحدثوا بالصمت بالأنس معه واعتزلوا بالبصيرة السميعة. جاهدوا في الله العمر كله وأورثهم مقاما غدروا رفيعا أقاموا الليالي بالسهر والجوع وقتلوا النفس قتلا شنيعا. الطيب برير لكم ينادي هياكم سادتي قيسوا سريعا وصلى الله ربي ثم سلام على نبي الهدى نور الشريعة. طيب برير لكم ينادي هياكم سادتي قيسوا سريعا وصلى الله ربي ثم سلام على نبي الهدى نور الشريعة. يعني حب المصطفى حب كبير بيجمع كل السودانيين، والمبادرة المجتمعية وليدة الطرق الصوفية بالتأكيد شأنها شأن كل المنظمات اللي بتعمل في المجتمع السوداني طالما هي هدفها خدمة المجتمع. خلينا نتكلم عن مشاريع إعمار للمدارس والمستشفيات بجانب مشاريع أخرى مختلفة محتاجة بالتأكيد لدعم مادي. نعم. هل هنالك شراكات أم الدعم ذاتي؟ والله أحباب المريدين نفسهم يعني وأهل الخير المحسنين الناس المؤمنين بالقضية، فهي المزلة مزلة يعني معرفة وصيغة وحسن ظن. فالشعب السوداني فيه المروة، الشعب السوداني فيه روح التعاون، يعني لما يقتنعوا بالفكرة بتبقى المزلة ما صعبة. احنا مرة هنا بنينا مستشفى في الخور، يعني يمكن بس مستشفى كبيرة جدا، فبديناها والله بالتوكل، لكن الحمد لله في أقل من 6 شهور اكتملت وبقت ما شاء الله مستشفى كده. فالناس محتاجين لشنو؟ محتاجين بس للصيغه والطرح الموضوعي للمشاريع. نعم. طيب خلينا واحنا بنختم كده نتكلم عن يعني الرؤى والاحلام لهذه المبادره المجتمعيه في مقبل الايام وفي مقبل الشهور، خصوصا احنا في عهد جديد وعهد مختلف محتاجين نستنهض بالسودان في كل المجالات في كل القطاعات. والله احنا مبادرتنا هي نداء وهي دعوه لكل اهل السودان، يعني على اساس انه نقوم نتماسك كمجتمع. نتعاون على قضايانا، نتعاون على روح محبتنا بغض النظر عن شكل مجتمعاتنا، يعني مسلمة ما مسلمة. خصوصا نحن محتاجين لشنو؟ محتاجين لقيمة تجمع لنا الرأي والرأي الآخر، يعني نقبل الآخر لأنه فيه تغيرات. فرؤيتنا إنه إذا نحن ما قبلنا الآخر بنلقى نفسنا بعيدنا بالدعوة. فإحنا قصدنا نكون كلنا أهل السودان بكل مكوناتنا قريبين جدا من الدعوه وما نتنازل وما نوهر وما نضعف. ده الحلم اللي احنا بنحلم به في شكل المشاريع البسيطه المحتاجين لها، يعني مثلا التعليم، الصحه، دي قضايا الاساسيه في السودان حاليا. وهي ضروريه يعني. هي ضروريه. صحيح. فحقيقه احنا اذا قلنا التعليم بالذات لو ما في تعليم ما في تنميه. احنا رؤيتنا في عدد كل الخطط للتعليم وما في شيء صعب، ربنا رحمته واسعة، لكن محتاجين لناس كبار يخططوا بعقلانية بإدراك بوعي بمسؤولية.
وندعو الله يبارك لنا في مجتمعاتنا، ولكن بنقول برضو السودان في خير والله ان شاء الله، يعني رغم الخلافات ورغم المحن، لكن برضو احنا نقول السودان بخير طالما احنا لسه بنمشي نعود المريض وبنمشي نشيع الجنازه وبنتواصل في المناسبات، السودان بخير ان شاء الله. نعم والدين بخير بالتاكيد. شكرا لك جزيلا الشيخ الطيب الشيخ برير الشيخ الصديق على هذا الحضور عن والحديث عن هذه المبادره. شكرا لك وبالتوفيق. انتم خير ان شاء الله. شكرا كثر خير. شكرا ايضا للمادح نور عبد الرحمن عبر هذه الحلقه الذي عطر سماع الاستوديو بالقصائد النبويه او المدحه النبوي. شكرا لك. كل مشاهدينا كل مكونات المجتمع السوداني يلبون النداء لخدمه المجتمع السوداني باطيافه المختلفه، سواء كان من القطاعات العامه والخاصه، وايضا ظهور الطرق الصوفيه في السودان بجانب الدعوه الاسلاميه وبجانب نشر الكثير من العادات والتقاليد الإسلامية في السودان، بل إنها تزعى كذلك إلى تطوير المجتمع السوداني. شكرا لكل متابعين وكل الناس الرافقون عبر حلقة اليوم من في الموعد. بتمنى لكل الناس الرافقون نهاية أسبوع موفق وكل التيم العامل. شكرا لكم وفي أمان.